يا ولاد اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه تعمل لو عايز تروح دريم بار. ايوه الملاهي المجنونه اللي فيها الديسكفري ومعانا اسراء. كل الناس عارفه دريم بار بس في ناس ما رحتهاش من سنين وناس ما رحتهاش خالص، فيلا بينا نشوف الحوار ده. سعر التيكت العادية ب 150 جنيه و 175 جنيه التيكت بوجبة كومبا، ولو تابعت البيج بتاعتهم على فيسبوك هتلاقي عروض في ايام التيكت بتبقى بنص سعر. التيكت شمامة تاني من الاول. التيكت شمامة قوي. بقول لك صالح يا عم التيكت شمامة يا عم. لا تعالى كمل. واه المواصلات. وعشان تروح هتركب اي حاجة رايحة اكتوبر، عربية سادس، مول مصر، اي حاجة، بس قبل ما تركب اسأله الاول هتعدي على دريم بارك وتنزل عند فلاجز مول، هتلاقي يافطة دريم بارك كبيرة بتقول لك انا اهو وفي رسوم دخول العربيات. طمر يا هزمر كم مرة خليك دايس على الزمار. ايه يا الملاهي فيها 10 العاب مجانيه بعدد لا نهائي من المرات وخمس العاب بفلوس، والمواعيد من 10 الصبح لحد 7 بالليل ما عدا الجمعه لحد 9 بالليل. اول قاعه قاعه عباد الشمس. يا كباتن ما حدش يزقك يا كباتن بالدور. ماشي يا صاحبي يلا حبيبتي يلا يا بيب. انا صاحبي بس في دي انت جاي رحله النهارده ولا الدنيا يا حبيبي؟ انت عارفاني ولا لقيتي؟ لا والله عارفاني. ماشي لا تشد الحبل. مش عارف دي قاعه مسرحه الطفل ولا ايه، بس كلها الاطفال فيلا نتكل من هنا. سي ما ينفعش العب اعلق الكوتش زيهم. يلا يا عم من القاعه للاطفال دي. يا صاحبي انت مدرستي مش تمام مدرسه؟ لا مدرسه. امال ايه؟ بس هم قالوا لنا ما حضرتكم ما تقولوش اسم مدرسه لحد. مدرسه ايه دي؟ يا خطر خطر ولا على الهادي؟ ألذ لعبة. يلا بينا ربنا يستر. قلت فينا يا رب. ولا يلا يا عم وقف البتاع دي في النص. هي دي النزهة؟ أنا ما كنتش عايز أركب. هي دي النزهة يا اسطى؟ بالله عليك دي ألذ لعبة؟ أنا ما كنتش عايز أركب ولا عايزة تركب ولا طلعت قعدت تصور. كداب. أنا صوتت مرة بس من الخضة. يلا اسمها بريك دان بس بالعربي دوامة قيصر عادي. حبيبي ايه الاخبار عامل ايه؟ يلا بينا. الواحدة ب 10 جنيه. فايت بقى. انا ما بحبش الكباب. فايت انا معاها هي بالكباب. تاني الاول يلا. يلا. هي بكباب وكاتشب، افرض خبطت معاها جالي كباب او كاتشب، انا ما بحب الكباب ولا الكاتشب، مش هفايت انا. احنا عن تجربه. ريحه برده. يميني. معاهم برده. انت نزلت الوكالة قبل كده صح؟ ايوه انا اللي نزلت الوكالة. ايه رايك الجاكيت ده من الوكالة؟ اوعى. انا شفت الفيديو. حبيب قلبي. تعالوا زورونا. عايز افطار معايا. يا صاحبي. برده زينا وزورنا قابلتكم. مدرستي ايه انت؟ أبدع ناس. مدرستي إيه؟ أبدع ناس. مدرستي إيه؟ حمود مرسى. كلنا هي
دي بتاع مش عارف عامله زي الشلات كده بتاخدها وتن. انت مدرستي يا صاحبي؟ اجدع ناس بتاخدها بقى وبتنزل، بس احنا عشان في الشتاء ومش عارف ايه وبتاع فمعطلنا. يلا بينا. اللعبه دي انا ركبتها زمان، يعني دي عباره عن حاجه كده سيركل بتلف وجواها حاجات صغيره بتلف، وانت راكب جوا بتاع بتلف وبيطلع بيك فوق، ففي قمه الاهانه فمستحيل اركبها طبعا. هوبا لا 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 لا، صعبه قوي صعبه قوي. اللعبه وقفت بينا يا اسراء، اللعبه عتلت بينا، انا الصاموله عندي فكه يا اسراء. الجو ساعة قوي فوق تلج. مومنتس ليتر، الجو جميل قوي النهارده. انت بتصور ايه؟ انت هي لذيذة بس بطيئة. حنان هاي مدرسة العجوزة دي ولا هي العجوزة ولا امون؟ انتوا مدرسة ايه؟ اجدع ناس. عمري ضاع في اللعبة دي. انتوا مدرسة العجوزة يا بنات؟ اجدع ناس. طبعا كلنا عارفين العبيط ده. دوبي تعالوا بينا. اسمه ايه؟ دوبي. بيقول ايه؟ تعالوا بينا يلا، احنا وش الله. يروحوا فين؟ على دريم بارك. والله عادي. بس عموما انا بحبك. يا لهوي وانا كمان. قلوب يا مريم والله. فرصة سعيدة، مبسوط اني قابلتكم، باي باي. هبب جدا. ده انتوا هتتنفخوا دلوقتي. انا عارفها. لا اله الا الله. وفي الصاروخ والقطار الطائر ب40، وهتلاقي عروض كتير. انا مش فاهم العرض ده، بس هو شكله عرض. خد يا كابتن. كابتن هو ايه اللي حصل جوه؟ احنا بنضرب على بعض بس. في واحد جايب سالم 65. انتوا مدرستي ايه؟ هتلاقي شوارع فيها ديكورات حلوه، وهتلاقي تحديات قوه طول الوقت. عشان تاخد دبدوب. سافر صاحبكم يا شباب. عاش. علي 20 جنيه 50 ثانية سهلة. خد الحب يا عم. شو هذا دلوقتي؟ يا بجد يا هوبا. ابلع عليها. لازم تصور معاك. ايه غرق انت؟ يلا يا تاني. كم واحد؟ هو اللي كان تحت ميه. طلع طلع. ايه امسك فيه. شد الحبل. انا واثق فيك. انت شد الحبل يا اسطى. شد الحبل. خلاص وقف يا حبل. وقف. كم دقيقة؟ 35. يا بنت كريم يا رب. انت مدرستي يا ولاد. ولع الدنيا. انت مدرستي يا صاحبي. استرها علينا يا رب. ده اسوأ من القطر العادي. سهل. انا خايف. ايه اللي هيحصل؟ ليه بتصوتوا؟ ليه احنا عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ينفع يعني؟ ده اللي سهل يا صاحبي؟ انت مدرستي ايه؟ ولع الدنيا. بس
ده ايه الكبتول اللي بسيس سمينة وجهي ده؟ انا خليه يركن سوق انا عايز انا شوي لما ننزل المركب الجاي ماشي صور بقى صور انت بتصور مومنتس ليتر جبت صورنا انا اللي بس يا ابني انا صورنا انا تعبيط ما انت قلت صور بص بقى انتوا مدرسه ايه بس لو اول ما دخلت مشيت على طول هتدخل على الالعاب الخطيره زي الغساله والالعاب اللي بفلوس زي التورنيدو وبيت الرعب والديسكفري وسوبر سبين وما انصحش حد يلعب الالعاب اللي بفلوس عشان بجد صعبه قوي ومؤذيه الهديه دي فيها ايه دي محمله انا تقيله في النهاية حبيت اوصل لكم الانبساط مش للاطفال بس ان احنا نقدر نيجي وننبسط بأقل تكلفة ممكنة او على قد فلوسنا فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان نشوف الفيديوهات الجاية فاشوفكم الفيديو الجاي هب 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 بقى هتموتها هتموتها هتموتها